شوف الآن التقدم، هذه لعبة الملعب المفتوح، لا 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 ما راح يمشي الأداء. الملعب المفتوح مع قوة حوائط الصد الكوبية راح تكون الأفضلية لكوبا بلا شك، بلا شك راح تكون الأفضلية لكوبا. يتدخل الآن من خلال التغيير، من خلال التغيير يتدخل المدرب الروسي، راح يسحب ناتاليا سفرنوفا. راح نشوف اللعبة هذه، ضرب قوي، برافو للدفاع، بدا خلاص، اوه هذا اللي نتكلم عليه، التنويع، استثمار الكرات السريعة. هناك فارق كبير بين أداء المنتخب الكوبي والمنتخب الروسي. المنتخب الكوبي يعتمد على التشكيلات، يعتمد على سرعة الأداء الجميل، وهذه راتشيل قاعدة تقدم مستوى في غاية الروعة والجمالية. Или блокаут без шако. Понимаете? Давай. Оп. Давай, давай, давай. Надо вообще нам. شوف اللعبة هذه، استثمار طاقات المنطقة الخلفية، وهذا راح يكلف ايضا المنتخب. يوه الباجوكا الكوبية حاضرة دائما، روزير كالديرون. شوف الأداء الجميل، 21 ل17 لعبة هذه، الملعب المفتوح، محاولة اسقاط ما تمشي ايضا بنفس الطريقه. شوف شوف حوائط الصد، ولكن المره هذه لامست الى خارج الملعب. واحد وعشرين 18 الشوط الاولاني، بالفعل كان التعادل الوحيد بين كوبا وروسيا كانت في النقطة رقم 17. الآن بدأ يتقدم المنتخب الكوبي، راح نشوف ولكن لخارج الملعب بسنتيمترات إلى كالديرون. راحت عليك يا كالديرون، راحت عليك. إلى الآن طبعا مدرب المنتخب الكوبي بيرديمو أنطونيو لم يتدخل، 21-19 عنده كمان نقطة، لو خسرها راح يتدخل بطلب وقت مستقطع. استقبال متوسط، اللعب دائما حلوة، هذه هذا التنويع اللي ننشد عنه، هذا التنويع اللي نبحث عنه، هذا التنويع المنتخب الكوبي. شوف أبدا كرة غير متوقعة، وهذه أفضلية المنتخب الكوبي في التعامل مع المنتخبات اللي راح يلتقي معها. اليوم المنتخب المصري فجر مفاجأة كبيرة بفوزه على استراليا 3-0، هذه واحدة من المحاولات. بطل العالم المنتخب، يولم ما عدت ما عدت، ولا كانت صاحية لها كالديرون، كانت صاحية 23-19، والأمور كلها تسير في الشوط الأول على وجه التحديد لمصلحة المنتخب الكوبي. المنتخب المصري استطاع أن يكسب استراليا 3-0 في واحدة من كبرى المفاجآت في البطولة. أيضا إيطاليا وهولندا، هولندا فجرت واحدة من كبرى المفاجآت بفوزها على إيطاليا 3-2 في حوار كان شديد اللهجة. إفجينيا ستارت سيفا، نشوف اللعبة هذه، يا سلام، الله يا ديامي، الله يا ديامي، بخبرة، بلمسة ساحرة، بالمهارة العالية والارتقاء العالي جدا. 24-20، خلاص ست بوينت أو نقطة الشوط راح نشوفها. هذه اللعبة، شوف الضرب القوي، دفاع ولكن في لمس شبك. كل شيء مرصود ايضا بكاميرات الزملاء في عربة النقل الخارجي على مستوى الاحصائيات. يوه يا الله،
شوف التنويع ياني لي سانتوس. الشوط الأول ينتهي 25-21 في أداء جميل جدا، حاولت فيه لغاية النقطة رقم 17، كان المنتخب الروسي هو المتقدم، ولكن كانت إرادة الكوبيات خبرتهن عالية جدا في إنهاء الشوط الأول 25-21. راح نبقى مع لقطات السوبر سلو موشن ولنا عودة مع بداية الشوط الثاني.